القدم لا تقتصر على كونها مباراة من 90 دقيقة فقط، إنما هي عشق يتغنى به كل محب بسحر الكرة المستديرة. من أوساط مدينة جرابلس ومن داخل قرية يوسف بيك، أزل الستار على منافسة دوري كبير. كانت المباراة بين فريقي حرية مسكنة ورجال جرابلس، وبمشاركة 9 فرق توزعت على مجموعتين تنافست فيها طيلة أيام الدوري، وسط استقطاب كبير من المشاهدين وحضور جماهيري مميز. وقبل أن يبدأ اللقاء وبلفتة كريمة من إدارة نادي جرابلس واللجنة المنظمة لدوري يوسف بيك، تم تكريم الشاب المقعد محمد سعيد الذي لم يغب عن حضور أي مباراة من مباريات الدوري وهو على كرسيه المتحرك. كانت السلامة أساس اللقاء، حيث بدأ اللقاء بالسلام بين الفريقين. أطلق الحكم علي الحسن صافرة البداية لينطلق معها النشاط والتنافس بين الفريقين، ومن دون جس أي نبض انطلقت المباراة هجمة هنا وهجمة هناك. تسجيل الهدف الأول لفريق الحرية بقدم المخضرم ماهر الكردي، ليرد بعدها فريق رجال جرابلس الذين أحسوا بحرجة الموقف بهدف آخر ليتعادل بقدم الكابتن صافي. هكذا ينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين، ليبدأ بعدها الشوط الثاني الذي كان أكثر حماس وبتسديدة من خارج منطقة الجزاء وبهفوة من حارس رجال جرابلس. جاء الهدف الثاني للحرية من مرتدة اللاعب الشاب وليد يعدل لجرابلس، لكن كان لنجم فريق الحرية ماهر كلام آخر. لم يكد رجال جرابلس ينهون احتفالهم بالهدف حتى تقدم الحرية بالهدف الثالث، وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقائق يحصل رجال جرابلس على ركلة جزاء تولى إداءها في المرمى رامي. ساعات كبيرة وتشجيعات ملأت الملعب والمدرجات لتأتي صافرة الحكم بنهاية اللقاء ليتحكم الفريقان لركلات الترجيح، حيث تألق حارس الحرية في صدر ركلات الترجيح لينتهي اللقاء بفوز الحرية بفارق ركلات الترجيح. من أوساط مدينة جرابلس ومن داخل قرية يوسف بيك وبعدسة مراسلنا من وكالة الفرات للأنباء.
لله فريق الحرية من أول مشاركاته بالدوري كان فريق منافس، رشحته جميع الفرق. الحمد لله قدرنا نتأهل كمتصدر المجموعة نصف النهائي. نصف النهائي واجهنا مستضيف الأرض وفزنا الحمد لله، واليوم مع فريق رجال جرابلس الحمد لله الله وقفنا وفقنا في الموضوع وفزنا وحملنا الكأس. بهذه الانتصار لكل عشاق الحرية مسكنة، لكل أهالي مسكنة في كل مكان بالعالم. اليوم تكلل مشاركتنا في دورة يوسف بيك واخذنا اللقب. كانت الدورة عبارة عن مجموعتين، كل مجموعة بها أربع فرق، تصدرنا المجموعة الثانية.